دكتور الفيروس، انا اسف، اه لا لا دكتور اتفضل. الفيروس في كل بيت دلوقتي. اكتر حاجه لفت نظر كل الناس انه الفكره مش فكره انه معدي، الفكره فكره ان هم اطفال صغيرين جدا، ممكن يبقوا لسه بقى لهم شهرين، 3 شهور، 6 شهور، انتشاره موجود لكل الاعمار، فده ايه سببه؟ طب هو احنا مش عندنا الفيروس ده بس، احنا عندنا الموسم ده 4 فيروسات تنفسيه، عندنا الار اس في، عندنا كوفيد، عندنا الانفلونزا، عندنا البرد. الاربعه موجودين واغلب النزلات في ال4 انواع دول. الار اس في او الفيروس المخلوي بيشكل 70% من الحالات، ولكن لا يزال عندنا انفلونزا، عندنا برد، عندنا كوفيد. يعني ما فيش غير أي عمر من الأعمار يعني المفروض إن هو يبقى محمي منه، ده كل الأعمار. بالفعل وخصوصا الرضع والاطفال هم اكثر نسبه في اصابه بالار اس في او المخلوي. طب هل هو ده فيروس جديد زي ما الناس متخيله ان ده حاجه جديده السنه دي؟ لا، المخلوي بيجي شهر 11 و12 من كل سنه في موسم تغيير فصول، مع اول ساقعه او اول تيار هواء ساقع بينشط هذا الفيروس وبيهاجم الاطفال والكبار، ولكن بيبقى وقعه على الاطفال اخطر من أخطر. كبار السن. أعراضه إيه يا دكتور؟ طب اعراضه في 80% من الحالات مثل اعراض نزلات البرد العاديه، رشح، زكام، سيلان، كحه، احتقان في الحلق. بعض الحالات يحدث لها مضاعفات، وان هو الافرازات دي تنزل في القصيبات او الشعيبات الهوائيه الدقيقه. مخلوي لانه بيسيب البطانه بتاعت الخلايا بتاعت الاغشيه المخاطيه للشعيبات الهوائيه، وليه اسم تاني اسمه فيروس القصيبات الهوائيه او فيروس الشعيبات الهوائيه، لانه ممكن يخش جوه الشعيبات الهوائيه والجدار المبطن ليها ويعمل نوع من الالتهاب الرئوي. وده مكمن خطورته ان فجاه الرضيع يجيله نوع من الازمه، مش قادر يتنفس، ازمه ربويه، اكنه بالظبط مريض ربو. الام تعتقد ان رضيعها ده اصيب بالحساسيه او عنده حساسيه. لا، المخلوي في بعض الرضع بيعمل ازمه تشابه ازمه الربو، ودي مكمن خطورته وخوف الامهات. نسب الفوبيا العاليه جدا بالذات في الرضع لما يحصل نوع من صعوبه التنفس، بحتاج اكسجين، بحتاج جلسات، بحتاج دكتور. هو المخلوي نفس الوقت من كل سنه بيبقى موجود، ولكن السنه دي لان كورونا كان مسيطر علينا ال3 سنين اللي فاتوا باجراءاتهم الاحترازيه والكمامات واللقاحات، فما كناش نعرف المخلوي، لكنه هو موجود من زمان. السنه دي علشان ما فيش اجراءات احترازيه الفيروسات فزاد كلها عشان كده. منتشره بالفعل، كورونا، مخلوي، انفلونزا، كورونا، بالظبط. كل دي منتشر في هذا الموسم، ولكن المخلوي يسيطر على 70% من الحالات. طب دكتور معلش، يعني انا واحده من الناس ولادي ما قاموش بقالهم شهر فعلا، يعني هم بيبدلوا على بعض وفعلا الفيروسات مختلفه وما بيخفوش. يعني الفكره كلها انه اي ام بتتفرج دلوقتي علينا هي عايز تعرف ايه الحل، يعني الوقايه، العيال بياكلوا كويس، بيحاولوا يتمرنوا، يعيشوا ازاي، ولا فعلا ما ننزلش المدارس ونقعد في البيت، فنبتدي بالوقايه الاول، الوقايه ازاي والعلاج برضو ازاي؟ الام بتبقى متخيله ان هو جاله الاصابه خلاص الموضوع انتهى طول الموسم. احنا قلنا في 4، يعني ممكن يخف من المخلوي تاني يوم يجي له برد عادي، بالظبط. يخف من البرد العادي يجي له H1N1، يخف من H1 يجي له اوميكرون ده حقيقي. وتحوراته. بمعنى ان احنا في الموسم ده هنقابل عده فيروسات تنفسيه، فبالتالي ممكن يبقى في ادوار متلاحقه. اول خطوه تعملها الام في حاله ان ابني سخن او عنده رشح او برد، اول خطوه انا مش هنزله المدرسه لمنع العدوى المشتركه طبعا او المجتمعيه. طبعا. ومش بس كده، لان هو ممكن ينزل بقى ار اس في ويجي له انفلونزا من زميله ويكون عنده حاجه اسمها العدوى المشتركه، يجي له اصابتين في نفس الوقت ودي بتبقى خطيره. عشان كده هو بيامن طفله ان هو ما يصابش بعدوى اخرى، وكذلك بيامن الاخرين من خطوره نشر العدوى. يعني الاعراض الاول اللي يحصل للطفل مش بس الرشح، السخونه نقعده في البيت ولا كمان الرشح؟ الرشح بالكحه من غير سخونه نقعد يقعد، في لو في البيت. ارتفاع حراره برضه يقعد، وممنوع منعا باتا تقبيل الاطفال والرضع. مفيش حاجه اسمها جد وتيتا وجد وست بالظبط ويحضنوه بالظبط. ويبصوه، لان دي بتبقى وسيله نشر العدوى بطريقه شديده جدا، تقبيل الرضع والاطفال. ممكن حد كبير يكون عنده اعراض بسيطه ينقلها للطفل الرضيع عن طريق قبله، يكون وقع هذه الاصابه عند الطفل الرضيع اشد بكثير من الشاب او كبير السن.